ابو لالو. هلا، بتتكلم كده ليه؟ متنكر في واحده شمال. شمال احنا عصابه تنكر في واحد صوت خشن يقول الو. الو استاذه مدام نانسي؟ مش مدام هي، ابله نانسي. مش ابله، كلمها انت. طيب انا اسف، معلش. احنا العصابه اللي خطفت الكلب. احنا العصابه. ده معناه ايه؟ بنخوفها. مش عصابه. ده بذمتك انت خفتي من احنا العصابه السخيفه دي؟ ولا حاجه ولا حاجه، ما خافتش ولا حاجه. طب احنا بنعتذر كعصابه. هو حضرتك مش نزلتي مكافاه على اللي يلاقي الكلب؟ احنا اللي سرقناه، بعد كده انت نزلتي المكافاه فسبناه وقعدنا مراقبينه لحد ما لقيناه. فاحنا عايزين بقى دلوقتي الفديه كعصابه، وعايزين مكافاه كناس طيبه لقيناه. الكلام ده عندك ايه؟ ولا حاجه؟ عديتها. اضربها. طب بصي بقى يا نانسي، لو ما نفذتيش الكلام اللي هنقوله لك بالحرف الواحد هنذبح الكلب وهناكله. كلي طيب، بس اي حاجه على نفسك. ماليش نفس خالص، انا خايفه عليها قوي، خايفه لحسن تكون العصابه بتعذبها ولا حاجه. طالما طلبوا منك فلوس يبقى ما تقلقيش خالص، اطمني. لا انا برضو مش مطمنه، كان امل الوحيد في الجي بي اس اللي في السلسله يحدد مكانها، للاسف بقى البطاريات خلصت، مش عارفه احدد المكان خالص. ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا هيعطرنا فيها. طب كلي بس اي حاجه على نفسك. ليش نفسي والله. انت بقى اللي بتسفري امريكا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده في سر هنا. ايه ده؟ ده بينور. أول مرة أشوف كلب حقيقي شغال ببطارية. أكيد في زرار بيخليه هوا هوا. هلاقيه. نيفين؟ نيفين الحقي. خير؟ خير يا هاني، في إيه؟ جات لي إشارة على الموبايل تحدد لي مكان بني. مش قلت لك إن ربنا هيعطرنا فيها؟ ما سمعتيش كلامي. أنا لازم أكلم بوليس النجدة حالا. ألو؟ بوليس النجدة؟ هاو 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 هاو. ايه يا ابني، ساعة قبل ما تفتح. ايه ده؟ بني؟ لا ده مش بني. امال فين بني؟ ما هو قدامك اهو، بس مش انا اللي سرقته. امال مين اللي سرقه؟ ده مدحت ولا سلكي؟ وبيعمل ايه في حضنك بقى ان شاء الله؟ لا مش هقول لك، مصلوم على ما دام ما حصلش. انت بقول لك، هو مين ده اللي بيعمل ايه في حضنه؟ سوقه جاي من اخر الشارع، بتصوتوا كده ليه؟ الكلب اخوكي سرق الكلب مني ومدوخني عليها واخدها في حضنه البيت. يا حستي، بقيت بتاع كلاب كمان؟ لا 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 لا، مش كده هقول لك. بك ما اصل يا حرامي. مين فيكم حواكه؟ خد الكلب بتاعك. مني حواكه اهو.